السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف إلى الياء. طبعا حبيت أنقل لكم معلومة. طبعا السلسلة بتاعتنا خلصت، إن شاء الله في حين لغاية ما نعمله سلسلة مع بعض إن شاء الله تاني زي ما وعدتكم إن شاء الله مجموعة خرفان ذكور، إن شاء الله هنجيب شوية حتى لو كانوا 10 أو 15 واحد صغيرين، ومن أول يوم لغاية ما نبيع إن شاء الله هنعمل معاكم السلسلة بإذن الله. بس ان شاء الله الاسعار ترخص، لان اسعار الغنم الانيه الغنم الصغيره 2025 غاليه جدا 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 اليومين دول. فاحنا الحين ده طبعا انا تاجر زي ما قلنا بالدرجه الاولى، ما بنوقفش تجاره. فانا جبت شويه الغنم دول، غنم برقي ما شاء الله عليهم اربعينات ما شاء الله، يعني 30 يوم علف ولا حاجه وبيطلعوا، لا ما فيهم لحم يندبح دلوقتي ما شاء الله، بس يعني جايبهم بنعلفهم وبنعرضهم للبيع في نفس الوقت. فمش هنعمل عليهم سلسله ولا كلام عشان خاطر، لان هيبقى في بيع، في اثنين تقريبا هيتباعوا النهارده او بكره، ف هيبقى في بيع وشراء على طول عشان ما نلخبطكش معايا، مش هتعرف تحسب اي حاجه. المعلومه اللي حبيت نقولها النهارده بس الاستقبال بتاع الغنم، الغنم دي جايه امبارح بس كلها جايه من مكان واحد، كلها جايه من مكان واحد بتعلف علف واحد، وكلها كانت بتعلف، كلها كانت بتاكل علف، علف ما نقوله مفتوح يعني بالكميه بتاعتها المظبوط، بتاكل علف بالزياده. لاحظ معايا، شوف الغنم انتشرت وثابت الطوايل، وبص في علف اهو، لاحظ في يعني كلت علف وشبعت، كلت علف وشبعت وفي علف متبقى. ده دليل على ان الغنم اكلت اخذت حقها من العلف وشبعانه، مش غنم كانت بتاعت مراعي. ده خلال 24 ساعة انا حطيت العلف كامل، يعني اول يوم بس نقصت شويه. هم طبعا 20 خروف مدربين تقريبا في 40 كيلو، يعني الخروف ليه كيلو 200 جرام في اليوم، كيلو 200 في 20 يديك 24 كيلو علف في اليوم. انا من اول يوم حطيت 10 كيلو الصبح و10 كيلو بالليل، وتاني يوم حطيت ال 12، النهارده تاني يوم حطيت ال 12 كيلو زي ما انت شايفه العلف متبقي، والغنم الحمد لله صحتها تمام ما فيش اي مشكله. 24 ساعه بس يعني تغيير نوع العلف مش اكتر، ان هم ما كانوش بيعلفوا ذره وفول، كانوا بيتلفوا حاجه ثانيه. ولاحظ هنا شوف طوالة برضك فيها بواقي علف، بواقي خفيفه بس اسمها بواقي. طبعا البواقي دي ما بتتبقاش نهائي لما تكون الغنم جعانه اللي هي مش متعوده على العلف، وواضح حتى لما بتحط العلف بتلاقي الغنم ما بتقبلش، ما بتهجمش هجوم الغنم الجعانه. للاسف انا كان معايا ناس ما عرفش اصور من اول الفيديو، من اول وانا بحط العلف كنت وريتك ازاي الغنم ما بتهجمش الهجوم زي ما بتهجم الغنم اللي هي غنم مراعي. فانا بوريك الخلاصه، فيديو النهارده بيبين لك ان الغنم دي واخده على العلف، مش لازم ناخد معاها اسبوع تدريج في العلف، عشان مش كل واحد يجيب غنم يقول له عاوز يتدرج اسبوع 10 ايام لا عشان اللكمه. لا انا من اول يوم حطيت مفيش اي لكمه في الارض زي ما انت شايف، كل الغنم تبارك الله زبل عادي، مفيش اي فضلات طريه في الارض، كلها زبل عادي بتاعه الطبيعي. المهم الغنم كده، دي معلومة النهاردة، ان الغنم طالما داخلة جديد وقفت واقفة على علف وانت متأكد انها كلها جاية من مكان واحد وكلها كانت بتعلف، يوم واحد بتخش بتبدأ بتنقص كمية شوية بس تغيير نوع العلف، ان ممكن العلف اللي انت بتحطه جديد يكون الغنم تشتهيه اكتر من العلف القديم اللي كانت عند صاحبها، فتهجم في العلف زيادة على اللزوم، تاكل زيادة على اللزوم، يحصل لكمة، ولكن بتكون اللكمة خفيفة. 24 ساعة بس تخف العلف وبيرجع تاني زي ما حصلت معانا كده، كنا مدرجين العلف اللي متابعين السلسلة من الأول، لما درجت العلف أربع خمس أيام وفي اليوم الخامس زودت العلف كتير مرة واحدة حصلت لكمة، لكمة خفيفة، قطعت العلف 24 ساعة رجعت تاني الغنم مفيش أي، بدون أي علاجات بدون أي أدوية. اللي عاوز يشوف يراجع السلسلة اللي فاتت يوم بيوم، كنا متابعين أول أول بأول بالفيديوهات كلها. اما ديت لا، من اول يوم تاني يوم حطيت العلف على طول بالكامل بتاعها، لان دي غنم هتخس، دي غنم لحم تعتبر، اوزانها خفيفه بس تعتبر لحم، يعني في منها حوالي 45، في منها اصغر حاجه حوالي 37 كيلو ولا حاجه 35 كيلو، فمن 35 ل 45 كيلو يعني 20 يوم، وفي غنم هتوصل 50 كيلو تتباع لحم مفيش مشكله. من دلوقتي فيها غنم لحم، اللي عاوز يذبح فيها غنم لحم، فيه ما شاء الله ده تبارك الله يخش في ال 45 كيلو اهو، ما وزنتوش بس تقريبا 45 كيلو. المهم دي معلومه النهارده، الغنم طالما داخله جديد ومتعوده على العلف، متاكد انها متعوده على العلف، 24 ساعه بتدخلها على اقصى كميه علف بدون اي لكمه بدون اي مشاكل ان شاء الله. طبعا هتبقى فيديوهاتنا كده معلومات على السريع باذن الله، بعد كده اي معلومه هتواجهنا هتقابلنا ان شاء الله هنعملها مع بعض. وعلى فكره انتظرونا، طبعا قلت لكم انا مهندس ميكانيكا باور، مش مهندس زراعي ولا مهندس ولا دكتور بيطري، المعلومات دي عدتها كتير في فيديوهات قبل كده، والنهارده ان شاء الله يمكن
اليومين الجايين دول بإذن الله هنبدأ نعمله معدات تستخدمها في المزرعة إن شاء الله، معدات تصنيع، معدات هتصنعها أنت بنفسك، معدات تستخدمها في المزرعة. في معدتين أو ثلاثة، في خلاطة عاوز أعملها بس لسه مش دلوقت، في مكنة، مكنة فرم السلاج، مكنة فرم الذرة، فرم أي خضرة، برسيم، تخرط أي حاجة خضرة دي إن شاء الله في واحد طالبها مني. أنا كانت عندي واحدة بس للأسف بعتها ما وريتهاش لكم، لو تلاحظوا كانت بتبقى مركونة على جنب هنا هو، بس هي اتباعت، كان اللي بتابع الفيديوهات كانت بتبقى مركونة جنب الباب هنا بس اتباعت. أنا قبل ما أوريكم الشغل كنت ناوي أوريكم الشغل بتاعها بستخدمها في إيه، بس للأسف اتباعت امبارح من قبل ما أوريكم، وفي مطلوبة مني واحدة كمان، فإن شاء الله هنعمل واحدة هتشوفوها مع بعضينا خطوات عاملها برضك عشان اللي حابب يعملها في المزرعة بتاعته بدل ما يجيب كميات ويجيب مكان بالجرار بيكلف وفي مكان غالي كتير. دي مكنة بسيطة تبقى في المزرعة المتوسطة، استهلاك المتوسط، بيستخدمها في فرم عيدان الذرة، في فرم البرسيم عشان يوفر معاك في الهدر. الهدر طبعا شوف طب بيهدر طبعا تدريس مالناش دعوه، مش برسيم، بتكلم على البرسيم الاخضر، مكنة فرم للاخضر، وفي مكنة فرم للناشف اللي هو التدريس ده عشان يوفر معاك في الهدر ده برضك. دي ان شاء الله هنعملها مع بعض. اللي حابب طبعا ما ينساش الاشتراك في القناة ويتابع معنا عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.